باش تفرقوا ياك هذا هو الله يخلصها هادشي راه هو خاص في العمل اللي فيه دابا ولكن الان غادي نزيدوا العمليه ديال انا الناس اللي خاص تزواج من 6 ديال العشيه لانه دابا الان التزواج اللي كاين دابا من 6 ديال العشيه فوق الليل كيخرجوا الناس مونس باش يحضروا المعارف ديالهم ولكن فيه الخطوره حنا الان غادي نديروا عمليه تخصيصيه وغنطلبوا باش انه في 6 العشيه يوقفوا الناس اللي كيبيعوا المحلات التجاريه ديالهم باش يمكننا نسيرو غادي يبقاو المسائل اللي هي ضروريه بحال اللي فارماسي وهذا غادي نحاول الناس اللي ولكن اللي كنشوف هو هاد العمليه تتداو فقط اطار انساني واحد المواقف اللي هي في صالح الساكنه وحنا خارجين كنوجهو الحق ديالنا للخدمه ديالنا والخدمه ديال السكان ونكونوا جنبهم وان شاء الله غادي ندوزو هاد العمليه غادي تدوز ان شاء الله بخير وعلى خير الله يعطيكم الصحه الله أخي المواطن الدولة عبأت كل إمكانياتها أيها المواطنات أيها المواطنون الدولة تضع صورة يخرج من الدار ديالو مسافة الأمل بينه وبين اللي قدامه اللي وراه في المحلات التجارية في الصيدليات في أي مكان مشينا ليه أيها المغاربة الأحرار اللجوء إلى حالة الطوارئ الصحية كان خطوة ضرورية. يلا الله يرضى عليك يلا أنا عندي شي ضغط خويا الله يرضى عليكم. أخي المواطن الآن نحن أمام مرحلة أكثر صعوبة مرحلة خطيرة لا مجال فيها للتساهل أو التهاون نحن في معركة حقيقية السلطة العمومية ماشي في صالحنا وصالحك تخرج من دارك وتعصي الأوامر اللي دارت باش تحميك راه كاينة عقوبات أختي المواطنة أخي المواطن باش الوضع الوبائي ما يتطورش عندنا خاصنا كمغاربة نطبقوا قواعد السلامة المنصوص عليها نحاولوا قدر المستطاع نبقاو في الدار ما نمشيوش لبلايص اللي فيها تجمعات المطلوب الالتزام بقواعد السلامة الصحية كل هذه التعليمات بسيطة لكن الامتثال لها بشكل جماعي جواد شويه رجع له راه كاين شي صحه